نبدأ بالتسجيل لمن لم يستسجل. حسنا، هنا اسم المستخدم الخاص بك، هنا الإيميل، هنا كلمة المرور، تؤكد كلمة المرور ثم تضغط على إنشاء حساب. بعد التسجيل ستأتي إلى هنا من أجل تسجيل الدخول إلى حسابك. بعدها تدخل عن طريق الإيميل وكلمة المرور ثم تضغط على تسجيل الدخول. ستدخل لك كابتشا، ما عليك إلا فتح هذه الكابتشا ليتم نقلك إلى الموقع مباشرة. حسنا، سأفتحها هكذا. فاليدي، هكذا نكون قد دخلنا إلى الحساب. طرق الربح في الموقع، أول طريقة هي هذه يا إخوة. الموقع يعطيك هذه السيارة التي ثمنها 10 روبل، تعطيك 0.0034 روبل في الساعة. أي حسنا، انظروا، هي تجمع لك الروبل تلقائيا. أنا لا أستطيع الجمع هنا، يجب أن تصل إلى 1 سنت. هنا ستجد بطاقة، ستجد نافذة تضغط عليها لإضافة هذا الحساب إلى هنا، حساب السحب. الطريقة الثانية هي عن طريق تصفح المواقع، تضغط على الإعلان هكذا، تنتظر الوقت حتى يمر. سننتظر هذه 20 ثانية. كما قلت لكم سنصل إلى أو سأشرح لكم طريقة، هناك طريقة زيادة أرباحك من هذا الموقع بطرق بسيطة وبسيطة جدا يا إخوة. هكذا، بعدها سيضاف رصيد إلى رصيد السحب. الطريقة الأخرى يا إخوان، الطريقة الأخرى هي المكافأة اليومية يا إخوان. المكافأة اليومية لا تنساها، أنا أخذتها. ستجد هنا نافذة خضراء تضغط عليها ليعطيك مكافأة تصل إلى 1.5 روبل يوميا. هذه المكافأة ستضاف إلى هنا. أنا لدي 9.60 عفوا، ينقصني 40 سنت. لكن ماذا سنفعل بهذه؟ سنأتي إلى هنا من أجل شراء سيارة يا إخوان. أنا ينقصني 40 سنت، عندما أخذ المكافأة المقبلة سأحصل عليها وآتي إلى هنا لشراء سيارة، وبالتالي سيصبح لدي سيارتين هنا. السيارة الأولى التي أعطاها للموقع مجانا، والثانية سأكون قد اشتريتها برصيد المكافآت التي أخذها يوميا. كذلك الطريقة الأخرى أو الأخيرة للربح هي هنا يا إخوان، هذه من خلال هذه المهام. الأولى يطلب لك منك الاشتراك في مجموعة موتور موني على الفيكي. ما عليك إلا التسجيل في الفيكي. أنا لدي مشكلة في الفيكي يا إخوة، حاولت كثيرا وحاولت لكنني لم أستطع. المهم أكتب فيكي، هذا هو فيكي، سأترك لكم رابطها، ثم التسجيل، وبعدها ستدخل وتقوم ببارتاجي أو اشتراك، عفوا ستقوم بالاشتراك في هذه المجموعة. بعدها سيضاف إليك مكافأة قدرها 1 روبل. الطريقة الثانية هذه يا إخوان، هذه هي الطريقة الثانية. لكنني لم أفهم المقصود منها. المهم سأذهب إلى الطرق الأخرى التي هنا المكافأة الثالثة. انظر يا أخي، 10 روبل. لكن كيف لو أتينا إلى حسابنا هنا سيعطيك عدد الضغطات التي ضغطتها. أنا لدي 811، أي ينقصني حوالي 179 ضغطة، أي عندما تصل إلى 1000 ضغطة سيدخل أوتوماتيكيا إلى حسابك 10 روبل، يعطيها لك الموقع مجانا من خلال ضغطك على الإعلانات. انظر يا أخي، انظر ماذا يقول، عرض 1000 موقع في ركوب الأمواج، أي عندما تصل إلى 1000 روبل سيضاف إلى رصيدك 10 روبل. الطريقة الأخرى هي هنا، هي من خلال جمع الإحالات. عند جمعك 50 إحالة ستحصل على مكافأة قدرها 50 روبل. والطريقة الرائعة يا إخوان هي هذه، الطريقة الأخرى أو الأروع يا أخي، مكافأة من 25 حتى 250 روبل. نعم يا إخوان، طريقة بسيطة. ماذا يطلب منك الموقع؟ يطلب منك الموقع إنشاء فيديو على اليوتيوب وإرسال الرابط له. كل ما عليك هو أن تقوم بفيديو بشرح فيديو لموقع موتور ماني، ثم تأتي إلى هنا. عفوا، هذا يعطيك مثال، يعطيك مثال فقط، يعطيك مثال لطريقة الشرح من أجل اتباعها. كل ما عليك هو أن تقوم، أن تأتي إلى هنا إرسال التقرير، ثم تأخذ رابط الفيديو على اليوتيوب وتقوم بإرسال التقرير لتصلك مكافأة من 25 إلى 250 روبل. طريقة السحب يا إخواني في الموقع، طريقة السحب، أنا لدي 5
0.95 تأتي إلى هنا دفع النظام، تختار الباير أو اليندكس الكيوي الأدفكس الأدفكاش عفوا بفكت من الفيزا. انظروا يا إخوان طرق غير منتهية يا إخوان. طبعا أفضلها هي نظام الباير، تكتب محفظتك وهنا الرصيد الذي تود سحبه، أنا لن أسحب اليوم يا إخوان، ثم تكتب دفع النظام. لكن قبل ذلك يجب أن تأتي إلى الإعدادات، نعم كما قلت لك يجب أن تأتي إلى الإعدادات هنا في حسابك، تأتي إلى حسابي ثم تأتي إلى إعدادات الحساب ثم تدخل المحفظة هنا ثم تضغط على حفظ، هذا من أجل السحب قبل أن تتمكن من السحب طبعا يا إخوان. كذلك طريقة أخرى هي للاستثمار عن طريق إضافة رصيد وشراء سيارات، كما قلت لك انتقال إلى الموقع، تكتب هنا المبلغ التي تود استثماره ثم انتقل إلى الدفع، سينقلك أوتوماتيكيا إلى حسابك في الباير، تختار هكذا الروبل ثم كونتيني أو كونفيرم، بعدها سينقلك كما قلت إلى رابط إلى حسابك ومن بعدها تقوم بالاستثمار. حسنا، طريقة أخرى من خلال الإعلان، كيف ذلك؟ تأتي إلى هنا إذا أردت أن تأخذ إعلان، ثم تقوم هنا عند ضغطك هنا ستقوم بتبديل رصيدك في الشحن في الاستنتاج إلى هنا. بعدها ماذا سيحصل؟ سيكون لديك رصيد على الإعلان، تأتي إلى هنا هنا تكتب عنوان هذا ثم عنوان أو موضوع الإعلان ثم تكتب أي موقع ثم تحدد إذا ما كان تعريف بريميور اقتصاد عادية أو اقتصاد، ثم تضغط على أوافق وبعدها إضافة إلى ركوب الأمواج، يعطيك سعر 6 روبل لكل 1000 مشاهدة، مفهوم يا إخوان؟ ولكل تعريفة وسعرها، مثلا تعريفة الاقتصاد سعرها عفوا الإعلان 20، التعريفة العادية عفوا يا إخوان عفوا يعطيك 6 روبل لكل 1000 مشاهدة، وقت الإعلان هو 20 ثانية. حسنا، أنا أبحث عن السعر يا إخوان، السعر الذي ستدفعه، ستدفع 40، هنا ستدفع 50 روبل، هنا ستدفع 80 روبل. حسنا، أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا الموقع، كما قلت لكم المكافأة اليومية، وهنا الإحصاءات، يعطيك إحصاءات عن الموقع، هنا الإحصاءات الخاصة بالموقع. حسنا، بقي فقط رابط الإحالة، رابط الإحالة يا أخي تجده في برنامج تابع هنا، ولديه 5 مستويات لديه المستوى الأول من الإحالات والمستوى الثاني، وهنا دخلك من الإحالات، تقوم بكوبي لهذا الرابط ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. حسنا، وهذه قائمة إحالتك، أنا لم أتسجل من تحت أي شخص. حسنا يا إخوان، كما قلت لكم من أجل الحصول على هذه 250 سأترك لكم سنأتي إلى المهام، سأترك لكم برنامج من أجل شرح موقع وإطلاقه على اليوتيوب، سأترك لكم الرابط من أجل الحصول على 25 على الأقل، سيعطيك 25 بمجرد وضعك للفيديو، سأترك لكم برنامج لتصوير شاشة الكمبيوتر وبعدها قم بتصوير شرح هذا الفيديو وانتظر المكافأة يا أخي. سأترك لكم رابط الموقع وبرنامج تصوير شاشة الفيديو، وموفقين يا إخوان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.